أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسينا جان قصيدة مطلقون فوسيني تكاتنا يالا سنبورم بنيان يالا كيب كوبا ديبلي يالا سنبورم فتسا آدو يالا آر توبا يالا يالا آر نمت درجة مطلقون فوسيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب إنك القلت وقولك الحق وعدك سرقا دعوني استجب لكم وقلت عيدا واذكروا لي ولا تكفروني فها أنا أدعوك وأذكرك بهذه القصيدة وأقول راجيا منك رضا وقبول. الحمد لله الكريم سنما على استقالي بفرود وسنن. الحمد لله الكريم سنما على استقالي بفرود وسنن. سكرتو لأنه قفخني لوطني بينا فما عاقني وخادني إلي بالتهاني من بعد ما سبب التخيري وجرني فيه إلى العلوم والفوز والأمان بالمحلوم. ثم الصلاة بسلام تبعه على الذي خطي عن تبعه هل الذي من بمراد اختدى في سر والجر يكون مختدى. هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربي فسان الدين وسيلة لمالك الرفيع محمد القيدر ولا سفيع وآله وصحبه النجوم الخاعر النفوس والرجيم. هساوين اليوم يا وهاب خيرك في دارين لا أحاب وإنني يا بر يا كريم لا ينوى عن شكرك لا عليم منذ جسبتني إليك يا معين عناية منك إلي للدعين فقمت مشوبا إليك منك بك عليك ورديت عنك مفودا مسلما إليك أمري معاجرا لما لديك. ثم إليك لا إله سواك خسرت لما لم أجس أرواك فجدت لليوم بخير مني وقدتني إلى اختفاء سني من بعد ما قدمت داو الناس يدخلني في سرك الخناز وكدت للأنباء والإطلاع أسد في تألف والإخراع وفي تعلم وفي تعليم وفي اتخال بهدى معلوم فقلت ذا صبر وذا توسل بالمصطفى صفي عين الرسل وفي بنيعي وبناتهما يسعو في سريع الأدماء وببنيعي وبناتهما ليسعوا في سريع نجما. يا بر يا غفور يا عليم إني أخون دائم مليم. يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أقول. يا مالك يا خالق الأنام هوي نوايا قليل المنام. يا مالك يا خالق الأنام أمن أوايا خليل المنام. يا خالق يا كامل الصفات لك استكيت كثرة الآفات وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأغنني مراني. من كروم اليوم أن يكون مما نبون خيرك الركونا
وأن نطيعك بناجي المصطفى سنا في بيداء يا من اصطفى يا حافظ الصنوب يا خريب إني عبيدنا هنا خريب يا بساك والإخوان الجميع سعادة دارين حقا يا سمي هبي في هذا دعاء الإجابة بالمصطفى والغالي وصابا هب لي في عزا دعاء الإجابة بالمصطفى والغالي وصابا هب لي خير القلم في مخاسم وللسبيلين بجاه قاسم ولصف الليل نوال مهيما بحرمة المعبوب إبراهيم وليسق العلال الطيب وخير جيران يا أخي الطيب وسفني في باكن وساعير ورمي الخلق يا أخي تائر وسفني في باكن وساعير ورمي الخلق يا أخي تائر ورقني ترقية قفية ببنت عيرقة صفية وقياسا يا أخربا وهنبا ومسلما وكافرا بزينبا أمني بالخير والسلام بأم كنسول إلى العيام وليج الربيب والنور خاتما هنا وفي خدم بجاه فاتما سل على أبيهم والآلي وسابي ولسجد سؤالي وكل من سوى مني من الدرار ولا أجري من اختلال وقرار ولا أجري ربي وعلى الدار هنا وفي خد من الأقدار ونجدي والمسلمين من بلاء والتقي جسماني في خد البلاء يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا هب لي بجاه من هو المختار دنيا واخرى خير ما اختار وجل جابا بيننا وبيننا كل احسان والتفع عنا العينا يلاو يا نشير يا جليل إني أقير الوحد منسليل فلتغنيني بك وبالعرى بمن يا جمة من وعلا فلتغنيني بك وبالعرى بمن يا جمة من وعلا سيدنا محمد باب الفرح وسلتي لك في نيل الصلاة وسليا وسلما عليه وكل من قدمتما إليه واغفر سنوبي وتقابل أمري وليها خير من وأمري يا من على عن المكان والمرى إني ساكن هنا وبالمراد فكن أنيسي واسفني من السخاء حتى أكون سالكا خير اللقاء يا عدل يا مسل يا من أنت مجيري أقنا يا مؤمن فأبدا كن مؤمنا يا سل جلال من كل سوء وعساب والدلال يا من لا عن زوجة وعن ولاد هدني وعد جميع عالس البلاد وجلالي مسكني تبابا مثلك يا بجاي خير من أبا وجل الله مسكني تبابا مثل اسمها بجاه خير من نبات وسليا علي عبد الصلاة والي وسبي سبي السلات وكل من قدمني أو سارا فنجني واغفر له أو سارا وكل من عابني أو مالا إلا يفع سخودا أو مالا وكل من ستمني أولاما
فابلغوا التوبة واستسلاما. فكل من أساس النوبيا فلن يقل قلبه يا ربيا. فتكفني أسى جميع العالمين والتقضي مساء يا رب العمين. وجل بنائبنا آفيا يجرني إلى خيور زافيا. وجل بنائبنا وامل بسنة وعلم. واجعل بنا هي بنا الاعتداء والتقياني كيد كل سيتداء. والتقفني دراسة سيتاني وغلمي الباخن في الأوتان. والتقفني كل شخص لم يريد وجهك فظلم سريان زريد. والتقفا جملة ما يوصلها يدي وعن دار سري عن نيسوان. ولتلقي للمسلم في يدي وفي دار وثابتا حب الهاد وفي. وعالما وعالما ولتكفني جملة ما يعين. ومسكني سلي من الفجار ومن ملالي من جاري. وجل ربي مننا المعجلة جالبة مننا المعجلة. يا حي يا قيوم كل مجيب أنت المجيب والكريم والخليل. إليك وعدك فرطت من سواك فكن بساك خائدي إلى هداك. وليكن ربا وليا والنصير ولي جميع المسلمين يا بصير. وكسر الخيرات يا سلب الذي ورزقه وارزق في عيان كديم. ولتثبتا في جماعة تقيم الصلوات الخمس دأبا يا حكيم. ونجنا من سر هذا الزمن وسر خيره وكل فتن. والتقنا سر النزارة والسرين وكل سجود. والجل والدجال في سوداني في زرق والمغرب والبيدان. وسر ما في الأرض طرا والسماء من زائر وباطن التتما. يا لطيف يا كريم يا جليل حامل جميعنا بلطفك الجميل. وكن لنا كل نجاة وفلاح وافقنا لصواب وسلام. وتخرنا بفعل ما أمرت والتكفنا عن فعل ما أبخت. ولا تكن مبتليا منا هرا بما ليس يبتيح يا سماء. وأبلنا التيسير والفلاح في كلتي الضارين والنجاة. بجاه سليم وجاع من منير في عبر ما مثله ولم نجيد. محمد لفد لخلق لائم بلا التردد ولا استباع. هل ليس لأبدا خير الصلاة بأن راسخ الخيار والصغار. وأبلنا أقصى لسياقنا وترك ما في معنانا. حتى يكون كلنا في المركات مقتديا بسنة وسكنات. وناجنا بجاي من دعوة ولتكفينا كسبا ولهوى. ولتكفينا الهوى ما لا يغني بك وأدابا أخينا يا مغني. يلاو مغفرتك المؤمرة أوسو من سنوب ياسم مولا. يا بر رحمتك أرجى عندنا من أمل النسيب وفغفر لنا. ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كل حين كل عين. ولا تواقصنا بسوء الأدب وبالتجرع وقصر اللاعبين. فإننا وإن تجرنا فلا نرجو سواك كلنا تفضلا. ولا تواخذنا بكثرة الفضول
في زائر وبادنه وبالخرور وكن معيثنا من الوباء وكل ناسل من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء واجزم قلوبنا مع الجوارح للبر والتقوى بجاه ناسع وصلي النسكى صلاة دافئة هنا وباء من جراد مانع هلعي والهال بعبد السلام وصابي ومسكني عليا السلام وسك مصير وسبني وعيما يصف في دارين عني عما وتير القلب وسبني أحيا وعيني في طاعة يا ربي وجل يميني كصعاب في سخاء ميمونة في سدة وفي الرخاء يا لاو يا واب يا أهل الرفيق لأنك من يوم أنفى تريخ بحرمة المصطفى المقرب ولا لوسب وسهل الرجب جد لي بالتخديم والتصديق بحرمة المقدم صديق وليجد بحق والتوفيق بحرمة موفق فاروق ولي أصحابك الدارين بأخي عثمان أخي النورين ثم بحرمة إمام أمري هب لي في دارين ستا يعتلين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اخبر نسمنا بحرمة الحسن والحسين ما حرمة كل من إلى سب الجمال وحرمة البنين والبنات وحرمة الله مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والحلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الخريطرة وحرمة الكعبة بيتك العرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المامور يا ربي وما يسره من مالك فوز عزما وجاء كل سعدا من ساره أو مرشد أو عابد أو ناسي وجاء كل من إليك ينسب هب لي ما منك جميعا للنمو وتكفني جلة ما من سليما بك يا معيز فرقا ما بيننا وبينما يسوقني إليك حيث لما وكلما أنك يروح يا بدي فلتفرقا بيني وبينه السليم أنا الذي أسلمت ولي هنا إليك عاشم حلا نوصنا أنا الذي لست عميل عبدا إلى سواك هنا ثم خدا لملا وأنت ربي الوكيل وأنت اسمي فلا أمين يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أرتاب يا بر أنت ربي الوسيل وأنت عندي فلا أخيب يا عدل أنت ربي المدافع وأنت عندي فلا مدافع يا عيا أنت ذو الجلال الواسع وأنت عندي فلا منازع يا رب أنت سلمي للواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فرد حسبي المدد وأنت حسبي فلا أحاسب يا فرد أنت سلطة يا ماجد وأنت حسبي فلا أحاسب مولاي أنت سلطة يا نافع وأنت حسبي فلا أخاتب أنت الذي تولي معيبك هدى وأنت عندي فلا أبقى سوى فبحماء يكون عند نظيم عن كل سناب وزول كل عين
وتكفني يا ياس البقاء والخدم. هذا الذي ماذا إن هي بالخدم وسر من يركب ساسلاي وسر من يطير ساجراي وسر من يعيش بالكلام وسر سيدي والخيام وسر من ينفس في الوقود وسر زائر وفي جودي بك قد يا إلهي نزلا وآية وأغلبا وأسودا واخدا ونافذا وزارعا وآيلا وزائرا وتارغا والإنس والجن ما نانوان جميما خلق الرموع في مالان بألف ألف لا سلاح ولا قوة إلا بالإله سيولا ونجني من شر ذاك البلاء وشر كل والد وما ولد والتفي سرفا من وهني وكل من خصدني بالعين والتكفني شرفا من وعيني وكل من قصدني بالعين ونجني من شر كل سالم وشر كل جاهل وعالم وكل شامت وكل ناطق وكل مارخ وكل تارخ وكل عرسل وكل فاضل وكل خائر وكل شائر وكل تائر وكل ماشي وكل خامل وكل فاز وكل عاسد وكل شاني وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن ما شيطان المريد وشر ذي القرب وشر النائم والأر والبر وشر الماء وشوي الدنيا وعيدني أبد وتير الخلب وشعين جسد وأبي الخيام في الليالي والزوم في النار بالإكمال وخليل من الرجائل وكل مجمل بالفدائل وشكل بي وابتال بالرياء فذا المبين لا يرى لمثليا ولي مساقة ونورا وفي الصراط يسير المرورا وابي شكرا بسر كلهم وحدني من جملة المخربين ولا تسل يا مالك الدليل وعشبني وكن خليلي وعلمني من لدنك حلما أتى أسيرا راسخا خدما وكن معيني على سيطاني ونفس والخلق مدى الأسماني ولي في الدارين كن ماسا وفي ماني لا تسل مرازا وسفيني خلبا وخلبا ولي ترخية وربا وكن ولي في الحياة والدا موتي وفي القبر وفي الذي قدا ولا تخلي في زوامها وافزا واجبا وراضيا وجاسبا ومرشدا معلما وقائدا إلى الهدى مكرما وآديا وناصرا ومنفا لكل من ينفعني وبالتفا وبسلك المسالك الخلازي ولتكفني عن جملة المعازي وبسلك الرب التاريخ الأولياء النجباء المخلصين الأسياء وأولني سعادة الرسولة سخاوة من بهدها أو دررا ولتلبدني بك في فؤادي هوب خير الخلق في التمادي ولتثبتن حبك في فؤادي حب خير الخلق في التمادي وحب علي وسعدي الجميل ثم تحب كل مسلم متين يا ربنا يا سرتا يا اجلي توسلي بالمصطفى المنتخبين ثم علي سلي الخير الصلاه تقودني الى ملاقات الهدى
واجرني بعب كل مسلم ولا جنا من سب كل مجرم واغرني بتات وتكفني عن المعاصي وجميع الفتن وتورج الاخيار من فؤادي ولتدخل الابار في يدي وكن عيني على ما يسرق ولتكفني جمله ما يخبئ وتغرني دقائق الاسرار من المكلف في الانوار وابي اليقين والاذعان والاتخامه على العباده وابي اليقين والاذعان والسوق والخفران والربانا والاستخامة على العبادة والكسر والهيان والسعادة وأجل عن أمة خير المرسلين وفرجا جميعهم جميعا يا علي وروى باري سمعها في كلهم ونجيب وتبين واغفر لهم ويجل يا ربي من أسن النبا عندك عسل ونصيبا في التمام وجلني يا ربي من نصيب الباب عندك عسل ونصيبا في التمام وجل جميع ركاتي لك وسكناتي تاحة بفضلك وجل آياتي ومماتي في سنن والفرد والمندوب سرا وعلا وجل مماتي راتا من نصاب ومن جوان ومن خرام ووساب وآمني هل كل مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا ومسكني المسكن المبارك وسيرا لذلك ونازقا أدعوك أن تجلو دارتها والحلم والدين والدار الارتقاء وجنة لذلك المريد وجلة لناتك المريد ومنفع لكل هاد المسلمين ومدفع لكل هاد المجرمين واجبا لمن بدخل ارتدى وحجة لا مخالف خدا ومرلبا لتات الرحيم وما ربا من تاعة الرجيم ومسلكا لسبل اتباع وملكا لسبل امتداء ومسكنا لجلب كل خير ومنبنا لدفع كل دير وسببا لفر خير الخير وسببا لدفع دير العيب وهذا هو جهر رزق وامان ورامة وساعة كل آوان يا دافع الأصواي ولك داري بالمصطفى فكل سؤال داري واغفر لمن بنوا بنار واغفر لمن أمرهم بجميع ولجميع من آنهم على بنائي الذي بفضلك تلا واغفر لكل من بها قد سكنا وللذي لا لخير ركنا ولتجعلنا ساعة الامتلاء نورا ورحمة بالامتلاء ورقاء لنا بللان في العسر والنسر على التوالي وليجذي به من ينفع ولما تسيت بقلب يخصم وليا في دعاء نسمعه ما الخلاة بالنفس كسبه وزوجة صالحة تحينه هل تخاور بالرياء معينه وزوجة صالحة تحينه هل تخاور بالرياء معينه وأسبلا كالنفذ لك أبد هل يماجل تحيني يا عزمد واذرب سراد خاتم سكارا داري وما فيها جميع مسجلا واذرب سراد خاتم سكارا داري وما فيها جميع
المسجلا وتبقي للجميع في المكنون خيبك واد عن الفتون وتبقي للجميع في المكنون خيبك واد عن الفتون وعن سرار الخلق ورسايا والجن والسيطان والبلايا وعن سرار الخلق ورسايا والجن والسيطان والبلايا وأمرني بالتخى ونوري وسود والورى في النور ومسكن المسكن الخبران ورد والإرفان والإلوان ودار إخلاص وصدق وورى ودار سنة ومنجن من بدا وأجل دابا مسكن تعلمي وموضع الفكرة والتفاوم ومسكن الإنسان والتعليم ومسكن التغريب والتبعيم وجعلوا مسكن الخروج من سلام للنور وبيان كل من سلام وجعلوا دابا مسكن التبعي لسلة الله مسكن ابتدائي وجعلوا يا ربي دابا مسكني في أرضنا لك وللمعزين والدعم داري عن الفجور والفسخ والباطل في الدور وأن في الوباء هو البلايا كلها عن عوتي سرقها وأكلا وجل ريمنا ريما آمنا وكن بعصيك في لمداننا واجلب لها الخير من الجهات أسد وحياء للعافات خذني عن الشيطان يا جليل ومسكني وكل ما أقول يا الله يا فيز يا سلام يا بارك الخلق ما بالخير يا الله يا حفيظ يا سل الأمر يا بايخ الخلق من بالخير نفسي وديني ثم لي والبلاد ومسكني لك وديعة الأباد نفسي وديني ثم لي والبلاد ومسكني لك وديعة الأباد وقصى دنيا يا ما أخرى يا ففيني ما أنذر في رسايا واضرب سبع ناري عن جملة من بيأتى نخو من أبناء زمن وجملة الإخوان من مخاربي في الدين أو في دين ولا جانبي فليكن إن الوضع بني آثما تولني ولا تكني ليات وعلم جميع المسلمين برا وصلي وسلم النصر مدى وعلم جميع المسلمين أبدا وصلي وسلم النصر مدى هلا محمد وسيلة لك وليا مثل ختام لك هلا محمد وسيلة لك وليا مثل ختام لك ولتدري في الصلاة لسابة أنا لي وبي الإجابة والتصريف السلابة لسابة أنا لي وبي الإجابة والتصريف السلابة لسابة أنا لي وبي الإجابة وليجب بكل ما تلت بسي الخزينة كما تمس وليجب بكل ما تلت بسي الخزينة كما تمس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم ومن ينكم قد يقول يا نسلم رفزا كي درجة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سرين شيري المختار يلا في القتال سرين شيري المختار يلا في القتال إن جبتك سرين تباقيت جرين قد يفو